تعالوا بقى نروح لوالتر بواليا. امير توفيق يعني صدر عنه كلام اليومين اللي فاتوا، طبعا هو مدير التعاقدات في النادي الاهلي، انهى كل الامور المتعلقه باعاره والتر بواليا مهاجم الفريق الى نادي مالاتيا سبور التركي لمده عام بنيه البيع. قام امير توفيق بانهاء كل الاجراءات الماليه والاداريه طبعا بعد الرجوع اكيد للكابتن محمود الخطيب، عشان يعني كل التفاصيل المتعلقه بهذا الامر طبعا، هو يعني بما يحافظ على حقوق النادي في كافه الاتجاهات. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، اي اخبار تتقال عن لعيبه النادي الاهلي ما تاخدوهاش غير من مصدر رسمي من داخل النادي الاهلي، من خلال برامج قناه النادي الاهلي، من خلال تصريحات مجلس اداره النادي الاهلي، غير كده بيبقى كله كلام في الهواء، واحنا جربنا ده الفتره اللي فاتت واظن لمسناه بنفسنا. انا بتفق معاك، وقلنا الكلام ده قبل كده، وقلناه على مدار الاسابيع اللي فاتت، وقلنا لما انتشر جدا موضوع ميركاتو وده رايح وده جاي وده اعاره وده هيتباع، ونص الكلام وده ثلاث ارباع كمان الكلام خلينا نقول ما كانش تماما يعني صحيح، فمش كده احنا ما علقناش قوي، لكن قلنا يا ريت فعلا المعلومه تكون من المصدر الرئيسي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه.